السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنرسم رسمة 3D كده بسيطة وسهلة، يا رب تعجبكم ويا رب تكون سهلة عليكم كده ان شاء الله. هي رسمة نفق كده عن طريق حركة 3D زي ما احنا متعودين مع بعض في الرسمة بطريقة سهلة وبسيطة. يا ريت لو أول مرة تزور قناتي تعمل اشتراك ولايك في القناة عشان يوصلك كل جديد، وتابع معايا للآخر عشان تستفاد بكل لحظة في الفيديو وتقدر تنفذها ببساطة وسهولة. يلا مع بعضنا نبدأ الفيديو. ورجعنا لكم تاني بعد ما الرسمة خلصت كده، تعتبر الرسمة شبه انتهت كده. بدأ يظهر معانا النفق أو الطريق اللي هو الثري دي عن طريق مثلا شكل عمارات واقفة كده، والظل بتاعها هو اللي مبينها وحسسنا إن هي ثري دي وشكلها واضح قدامنا إن هي ثري دي. أنا قناتي اسمها الأستاذ أشرف عفيفة على اليوتيوب. لو حضرتك أول مرة تشوفني فضلا منك وليس أمرا مني تعمل الاشتراك عشان تساعدني وتدعمني في القناة وتكبر بيكم إن شاء الله وتكبر. وحضرتك لو طالب أي رسمة اكتب لي في التعليقات وأنا تحت أمرك هعملها لك بكل بساطة وبكل سهولة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.